سقطرى المحافظة على هدوئها قبالة المحيط الهندي يرسو على شواطئها ما لا ينبئ بخير، عتاد عسكري يقض جمال الجزيرة اليمنية ويهدد أمنها. حافظ أرخبيل سقطرى يكشف ما تفعله الإمارات على سواحل الجزيرة، باخرة إماراتية تفرغ في مينائها عربات عسكرية. إنها تتحدى الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وتعلق اتفاق الرياض الناص على خروج كل الآليات العسكرية من الجنوب اليمني. تدعم ما تزال الإمارات الجماعات المسلحة والمجلس الانتقالي المؤتمر بأمرها جنوبا. إنها تشجع الفوضى في الأرخبيل، يقول محافظ سقطرى. ميقات رسوب السفينة بحمولتها العدائية نذير زعزعة لأمنها وإطلاق يد الفوضى فيها ومصادرة قراراتها وسيادتها. اليد الخارجية واضحة وفق المحافظ. ليس خفيا الدفع نحو الهلاك في الجزيرة، تعميق أزمتها وسد أفاق الحلول فيها وانتزاع هويتها. سيقاوم السقطريون ذلك. التحالف مسؤول وحده عما يجري، مطالب هو بالالتزام بتعهداته، يعول المحافظ على ذلك. إنها تدري الحكومة الشرعية في عدن بما يجري، يطلعها المحافظ للتحرك نحو إيقاف كل الإجراءات المستفزة والزيارات المتعسفة والحمولات المدمرة.